بمبادرة من مشروع وادي عتير للتنمية المستدامة في النقب، شارك أكثر من 200 شخص من العرب واليهود في السوق التراثي الأول، حيث عرضت خلاله منتجات محلية وأشغال يدوية نسائية، بالإضافة إلى الحلويات الشعبية المتنوعة وغيرها. مبادرة السوق هون بوادي عتير اجت بعد ما صار في تسهيلات، وشفنا قديش الكل كان بأزمة بسبب الكورونا، فقلنا هاي فرصة انه نشجع المبادرات المحلية بالذات النسائية. عملنا السوق على اساس انه ان شاء الله مرة بالشهر، والحمد لله في اقبال نسبيا ممتاز نسبيا للوضع. طبعا نتأمل انه احنا هذا السوق نستمر فيه ويجوا كمان اكثر مبادرات ونساء للبيع هون. مشروع وادي عتير واحد من مبادئه هو كل موضوع التنمية الاقتصادية كمان، وبالنسبة لنا كمشروع واحد من أهدافه التنمية الاقتصادية كثير مهم لنا كان إنه إحنا ندعم المبادرات المحلية بالمنطقة. بالنسبة لسوق وادي عتير الحمد لله توفقنا إن بعنا أغراضنا، وكان الإشي مليح، ومن مرة لمرة إن شاء الله بكون أحسن وبتيجي ناس أكثر وإن شاء الله خير. حبيت احكي عن فكره السوق من بدايه الحديث عنه وتطوير هاي الفكره. تقريبا كان بدايه الفكره من سنه، لكن للاسف بسبب جائحه الكورونا لم يتم الامر ولم يخرج لحيز التنفيذ. اليوم بعد التطعيمات والتسهيلات الموجوده الحمد لله احنا رجعنا مشان ننفذ هاي الفكره. السوق التراثي هو بيجمع اشخاص اللي هم عندهم مبادرات ومن اجل يبيعوا المنتجات تبعتهم مشان ندعم هاي الاشخاص. طبعا احنا حابين للقدام كمان نجيب اكثر واكثر من هاي الاشخاص مشان ندعمهم ازيد وازياد. طبعا هاي الامر كمان بيعطي لنا عدد اكبر من الاشخاص انهم يجوا ويتعرفوا على المشروع ومنتجات المشروع اللي هي كثير اللي هي موجوده عندنا، منتجات اللي هي كمان مستقله من تابعه لوادي عتير. ان شاء الله احنا كمان لقدام راح يكون كل شهر، طبعا اخر كل شهر احنا بنحكي عن اخر سبت من كل شهر راح يكون ثابت انه يكون في عندنا سوق تراثي. نتمنى الكل يجي، اهلا وسهلا فيكم.